نعم، لأن قلنا لا يجوز البحث في عقائد الناس. خلنا نشوف شنو عقيدته. لحظة، بنصلي خلف هذا الإمام، تدري عنا الإمام هذا شنو؟ يمكن عنده انحراف عقيدة، خلنا نختبره. ما يجوز اختبار الناس كما قلنا قبل قليل. الأصل أنه مسلم تصلي خلفه، هذا هو الأصل، ولا تختبر الناس في عقائدهم. ما يجوز اختبار الناس في عقائدهم. قال الجمع الجامع عظم شعر الصلاة خلف كل بر فاجر، صحيحة. وإذا قاعد عند أهل العلم، كل من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره، هذه قاعدة. كل من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره، يستثنى فقط المرأة مع الرجل، ما تصح صلاتها لنفسها ولا تصح إمامتها للرجل. لكن الأصل أن من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره، فصلي أنت فلك صلاتك وعليه بدعته. ولذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه لما سيطر الثوار الخوارج الفسق الفجرة على المدينة وقتلوا أو حاصروا عثمان في بيته، كانوا هم الذين يصلون بالناس وهم يخطبون الجمعة بالناس. فجاء عبيد الله بن عدي بن الخيار إلى عثمان رضي الله عنه وقال يا أمير المؤمنين، يصلي في الناس من ترى؟ فماذا ترى؟ قال صلوا خلفهم فلكم وعليهم، صلوا خلفهم فلكم، مع أنهم خارجون عليه وفجار فساق ومع هذا قال لكم وعليهم، لكم صلاتكم وعليهم بدعتهم أو انحرافهم. نعم.